هلا رح نروح لغير ريبورت وتنعرف مني هالإليوميناتي كمان. الأشخاص الذين يديرون عالم صناعة الموسيقى والذين يتحكمون بصناعة الترفيه بالإجمال، هؤلاء الأشخاص هم متعبدين للشيطان، إنهم متصلين مباشرة بالشيطان، وحين تردخون لهم تردخون بذلك للشيطان. ولهذا السبب دعا مايكل جاكسون تومي موتولا بالشيطان. تومي موتولا is a devil. لقد كبر مايكل جاكسون في عالم صناعة الموسيقى وعلم كيف كانت تدور الأمور، باع روحه للشيطان منذ وقت طويل جدا. معظم الناس سينظرون إلى هذه الصورة ويرون صبيا يقوم بحركة بسيطة بيده، ولكنها ليست بالحركة البسيطة، هذه حركة يد شيطانية تمثل إشارة 666، إشارة الشيطان. الدائرة في اليد الأولى تعني أول رقم 6، الدائرة في اليد الثانية تعني مرة أخرى رقم 6، والدائرة في اليد الأخيرة تعني أيضاً رقم 6. حين تجمعوهم سوياً تحصلون على 666. إن كنتم لا تؤمنون أن إشارة اليد هذه تعني أمراً ما، ألقوا نظرة على المشاهير في هذه الصور لتروا ماذا يفعلون. هون منلاحظ إذا اللي يمكن مرات ما منلحق وما عنا الوقت، إذا بتلاحظوا أول لقطات بس بلش الريبورت صرنا نلقط بالفيديو كليب الأول لفنانة اسمها كيشا، أكيد هي ملكة الموت لأنه قاعدة بسيارة التابوت من وراء حتى الفيل الأسود، يعني حتى المحرم السوداء أو هيدا. بلقطات معينة نحن ما منحس فيها بتمرق هيك على ذهننا، هو عم يقطع من حد السيارة فايتين قراب بالكاميرا على شو مكتوب على السيارة بالفضة، مكتوب إيفل الشيطان، العين اللي كانت موجودة بإيدها بالخاتم. وإذا بتكملوا الكليب وبتشوفوه هي بمعبد الشيطان، نجمة الشيطان وراها، أكيد دم، تخزيق بسكاكين، في أمور ما بنقدر دايما نحطها. وهيك منلاحظ كمان أنه نحن بنعرف أنه حكيو أنتوني موتولا هو صاحب سوني، أهم شركة موسيقى بأمريكا. مايكل جاكسون وقت جرب يطلع من هدول الأمور، وهيدي أنا هون ما عم بحكي، يعني ما قعدت أحكي قصة حياة مايكل جاكسون، بس جرب إنه بده يفل من هالقيود اللي ما بقى عم يقدر يطلع منها، وبس يفوتوا بالأمور ويجبروهم بالأول بيدفعوا الثمن، بس بعدين بيصيروا يحسوا إنه الشيطان مسيطر عليهم. وهلأ رح نشوف إنه في أرواح شيطانية ساكنة بناس بيقولوا علنا على الهوى، بس شو بيقولوا إنه سكنني شخص اسمه هيك ما بده يطلع مني. هلا اكيد رح نشوف، بس نحن شو بناخذها انه عم يتسلى، عم بيكون كول. حتى وقتها كانيا ويست حكي على الستيج قال انا بعت حالي للشيطان واعطاني وجبه كثير طيبه، وانه هيك حكي عن مايكل جاكسون لانه هن من التاريخ كيف ورا بعض، كيف انه رقصته اللي بيرقص عليها وبصحت انه هن حسب عقيدتهم انه الروح اللي بتخليه يرقص هيدي الرقصه تصحيت اللي كنا نستغرب. هلا اكيد فيها ناس تعملها، بس انه هن هيك بيحكوا بين بعض. كمان لاحظنا انه من شاكيرا لجاستن تيمبرليك لحيالله حدا بنلاحظ انه يا عسيدي يا بكليب بده يعمل هيدي الحركه. واكيد اذا منشوفهم بيقولوا لكم انه مين الرئيس تبعهم، جايزي جوزة لبيونسي، بيقولوا انه بيونسي هي الساحره نمبر 1، ريهانا هي الساحره الثانيه. وبفرجوكم ليه مثلا في كليب ما قدرت ما مرقته، ريهانا عريانه بس على الباك جراوند، بس توقف الصوره بتشوف مكتوب على الحيطان كثير تخرطوش، بس بمحل كبير 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 مكتوب ملكه الاليوميناتي، برنسس اوف اليوميناتي كثير. وهون بنرجع كمان بنقول طب اذا هالموضوع منه هالقد هممهم وهي ترند، ليه بدنا نحط على حيط وول بسبلمن المسج، مش انه شيء واضح انه هي ملكه الاليوميناتي.